وياي الفنانة يسرى وهبة من مصر. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي. طبعا اللوحات هاي جدا مميزة، يمكن اللوحات الوحيدة اللي بيها شوية glass I think صح؟ glitter. glass and glitter. Okay. دي لوحات بتعبر عن ال fluid art. Okay. The resin art ده واحد من أنواع ال fluid art. فن الرزن فن مميز جدا لأن هو بيعتبر هو modern art لسه معروف جديد عندنا في الشرق الأوسط. النتيجة بتاعته زي ما انتي بتشوفي بتبقى النتيجة لامعة براقة كده هوت، ونزودها ممكن نعملها decorating بالbroken glass أو الستون، لكن في نفس الوقت هي ممكن تطلعي فيها الفيلينجز بتاعتك، بتبين كمان العمق بتاع اللوحة عن طريق اللايرز اللي موجودة في اللوحة. حلو. طيب خبرينا عن مشاركتك في بمناسبة اليوم العيد الوطني في جاليري أرتيسيتا. طبعا أنا تلقيت الدعوة من لاميا وكان very big honor بالنسبة لي، يعني تشرفت بالمشاركة مع لاميا ومع زملائنا الفنانين، وإن شاء الله يبقى معرض ناجح إن شاء الله. كلمة عن الإمارات. بلدي التاني، عشقي إيه؟ كلنا عشقي إيه الأول، يعني بلد بحس فيها بالأمن والأمان، بتعمل سبورت جامد جدا للفنانين بغض النظر عن عرقهم جنسيتهم كل حاجة. بحس بالحرية، بقدم فني بحرية، وبحب اللي أنا بعمله فيها.